مسيكم بالخير متابعينا، يا مرحبا ومسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج همسات نسائية. في كل حلقة ننقي لكم أكيد كل ما هو مفيد ومميز. ايش رايكم الحين نروح نشوف شنو محضرين لكم من فقرات لحلقة الليلة؟ بتشوفون في هالحلقة وصفات وأفكار لأكلات منزلية صحية ولذيذة، قواعد مهمة لتربية الحيوانات الأليفة بالمنزل، ومشكلة التحرش عند الأطفال والوقاية منها. دائماً الأطفال يحبون أن يقتنون حيوانات أليفة عزكم الله، ويصرون على اقتناء هذه الحيوانات في البيت. الأهالي يخافون أن يحققون هالرغبة، ليش؟ لأن ممكن أن تحمل أمراض خطيرة للأطفال. اليوم راح نتعرف هل فعلاً الحيوانات هذه ممكن تنقل حق عيالنا الأمراض أو لا، من خلال استضافتنا للدكتورة البيطرية سماهر. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير، أهلا دكتورة. هل فعلا الكلام هذا صحيح، الحيوانات الأليفة خطرة على عيالنا في البيت أو لا؟ لا، الحيوانات في البيت مش خطر على عيالنا في البيت. لو عرفنا ازاي بنهتم بالحيوانات، بنوفر لهم التطعيمات اللازمة، الأكل المناسب، يعني مش أكل ملوث، مش أكل غير مطبوخ، بنهتم بنظافتهم، بنقص لهم أظافرهم. هذه كلها بتخلي وجود الحيوان صحي في البيت، وما فيش أي خطر على صحة أولادنا. إذن أول ما نجيب الحيوان بالبيت على طول نطعمه ونعطيه تطعيمات اللازمة. هو أول ما نجيب الحيوان في البيت لازم يكون في كشف، يعني ناخد الحيوان للعيادة بيطرية ولا طبيب بيطري، بيشوفه، بيشخص الحالة، بيشوف إذا كان هالحيوان بيحمل أمراض مضرة، أمراض ممكن تنتقل للإنسان. هو بيشخص الحالة وبيعطينا النصائح إذا كان في موجود نوع هالأمراض ولا لا. بالنسبة للتطعيمات، ما بتكون التطعيمات خلال اليوم اللي احنا جبنا فيه الحيوان، يعني حتى بعد الكشف ما بنعرف إذا كان الحيوان عنده هذه الأمراض ولا لا، لأنه في فيروسات وبكتيريات بتكون داخل الجسم وما بتبين أعراض. فإحنا بناخد الحيوان على البيت، نخليه لمدة أسبوع تحت المراقبة، لو ظهرت بعض الأعراض طبعا نرجع للطبيب البيطري، لو ما فيش نكمل الأسبوع، في آخر الأسبوع ناخد الحيوان عشان ياخد التطعيمات متاعه. طيب دكتورة، شنو الأمراض اللي ممكن تنتقل من حيوان للإنسان؟ في مجموعة من الأمراض ممكن تنتقل من الحيوان للإنسان، بس غالبية هذه الأمراض مش خطيرة، يعني العلاج متاعها بسيط، وطبعاً الوقاية بتكون عبر التحصين، التطعيم. نعم، طبعاً إحنا لازم نهتم بهالتفاصيل هذه دكتورة، لأن في النهاية إذا خدنا هالقرار وحققنا أمنية طفلنا، أكيد لأنه هو في النهاية روح، وفي النهاية إحنا مسؤولين عنه أمام الله. طيب دكتورة، يعني شنو الفائدة اللي ممكن تعود على الطفل لما يكون عنده حيوان أليف في البيت؟ طبعاً الأطفال الكبار شوي بيهتموا زيادة بالحيوانات، بيحاولوا يعرفوا، يعني يبحثوا عن معلومات اللي تفيدهم، ليش هالحيوان عنده هالمرض المعين. صحيح. يعني بيصيروا بيبحثوا عن الأمراض، يعني بيطور من قدرتهم المعرفية وحب الاطلاع عندهم. في بعض الأمهات بتكلف أصغارها لأنهم يأكلوا الحيوانات وبيهتموا بنظافتهم، فهذا بيخلي الطفل مسؤول وبيحاول يؤدي واجبه على أحسن وجه. وطبعاً لو أدى واجبه وشاف أنه الحيوان بيتطور أمامه وأنه بصحة جيدة، ولما بياخده الفحص بيكون حيوان سليم، فهذا بيخليه عنده ثقة في نفسه أكثر. طبعاً في عند الأطفال الصغار هالحين حب للوسائل الإلكترونية، طبعاً وجود الحيوان بيخليه يقلل من استخدام هالوسائل، وطبعاً بينمي قدرته المعرفية. نعم، قدرته المعرفية وأيضاً الإحسان، يتعلم الإحسان إلى الحيوان، اللي هو طبعاً اللي دعانا لديننا أكيد. طبعاً لما الأم ولا الأب بيخلي الطفل يعرف أنه هالحيوان يعني عنده مشاعر، لازم نتعاطف معه، ما لازم نقلمه، في طريقة معينة لحمل الحيوانات، في طريقة معينة نتصرف بيها مع الحيوان. نعم. بيخلي عنده هذه الرأفة بالحيوان ورأفة بالإنسان زادة.
كل الشكر لك دكتورة سماهر، عطتينا معلومات كثيرة حق أي حد حاب إنه هو يجيب لعياله حيوانات أليفة في البيت. كل الشكر لك دكتورة. الله يخليك يا عائشة. مثل ما قالت دكتورة سماهر، نحاول إن إحنا نقرأ أكثر عن الحيوانات اللي ممكن نجيبها البيت، نوديه مثل ما قالت نطعمه ونحاول نعتني فيه، لأن مثل ما قال ديننا نعتني بالحيوان والإحسان إلى الحيوان. لو كنتي أم حابة أن تتغيرين أكل عيالك وأكلك إلى أكل صحي، أكيد هالفقرة راح تعجبك. اليوم أنا مدعوة لزيارة الشيف نور المزروعي، اللي بتعطينا وصفات وأفكار حلوة من مطبخنا الخليجي والعام، من أكل عادي لين أكل صحي وفي نفس الوقت لذيذ. حياك الله. السلام عليكم نور. يا هلا مشاعل، شلونك حبيبتي؟ شلون صحتك؟ حبيبتي الله يسلمك وعافيتك، نورتينا. الله يخليك يا نور. نور، انا جدا سعيده ان احنا راح نتعرف اليوم على اكلنا اللي هو الاكل الخليجي والاكل العام، بس بطريقتك انت اللي هي الاكل الصحي في نفس الوقت طعمه حلو باذن الله. وانا جدا متشوقه ارويك واروي المتابعين ان شاء الله الوصفات اللي راح نسويها، اللي راح تكون وصفه تقليديه والثانيه وصفه عاديه، لكن كلها باشياء جديده ومكونات جديده وفي نفس الوقت صحيه. نروح المطبخ؟ يلا يلا. الحين طبعا مشاعل ينا المطبخ علشان نطبق وصفتين بإذن الله. الوصفة الأولى راح تكون سلطة الكينوا بالقرع، والوصفة الثانية بتكون المضروبة. مثل ما تعرفين المضروبة في قطر عندنا نسويها بالعيش وبالدياي غالبا، لكن إن شاء الله المضروبة اللي بنسويها اليوم بتكون بالخضار، بتكون مضروبة نباتية وبنستخدم الشوفان بدل العيش إن شاء الله. والحين طبعا مشاعل بنبدأ إن شاء الله بالسلطة اللي هي سلطة الكينوا، وراح أعرفك على المكونات اللي عندي. أول شيء عندي الكينوا المسلوقة، أنا سلقتها مسبقا، وعندي البيبي كيل. الكيل عادة يعني يجي حجم أكبر، بس أنا أخذت البيبي الكيل لأنه أطرى وأحسن، طبعا غني بالمواد الغذائية. وعندي حبوب الرمان، وعندي طماط، وعندي الكرز المجفف، وعندي مقادير وعندي اليقطين راح أشوي إن شاء الله، اللي هو البامكن أو القرع. وعندي هني مكونات الصوص، راح تكون عبارة عن ليمون وأوريغانو وفلفل حار. دائما تحطين شويه فلفل حار، ما راح يحسون الناس انه هو سبايسي، لكن يفرق في الصوص، يعطي طعم. وشويه ثوم مهروس وخل البلسمك وزيت زيتون. وهذه المكونات راح تكون عندنا حق الزينه، اللي هي جوز ورمان وبعض الاعشاب اللي تستخدم للديكور وتكون يعني الانسان ممكن ياكلها. صحيح. الحين مشاعل بنبدا في وصفتنا الاولى اللي هي سلطه الكينوا. أنا طبعاً سلقت الكينوا من قبل لأنها تأخذ شوية وقت، سلقها مثل سلق أي شيء ثاني. تغسلينها تحت ماي فاتر، لا تنقعينها، بس تحطينها في أي شيء وتغسلينها بماي فاتر. وبعدين سلقتها مع ماي وملح، تقريباً تأخذ ربع ساعة ثلث ساعة بالكثير، بس الماي يكون فوقها بشوية بس أساس ما تيج لينة. يعني حق السلطة يفضل دائماً أنها تكون يعني نثرية. وراح نسوي الحين القرع، راح نشويه. تساعديني مشاعر؟ أنا أحب أساعدك. أكيد. أبيك تحطين عليه زيت زيتون، وبنستخدم معاه توابل إيطالية وملح بحري. أوكي. أنا راح أستخدم ملح الهملايا هالمرة، الوردي. نبدأ بإذن الله. تفضلي. والحين إن شاء الله مشاعل بعد ما حطيتي عليه زيت الزيتون والتوابل، راح ندخل الفرن لين ما ينشوي ويلين وشوية يحمر، لأن أحب أنه يكون ماخذ شوي لون الشوي. فبندخل الفرن. الفرن اللي راح أشغله من فوق ومن تحت. أوكي. بسم الله. الحين مشعل بنبدأ في مكونات السلطة. أول شيء راح نحط الكينوا
تساعديني مشاعل بس مسكينة. يعني أنا راح أحط كل واحد يحط حسب الكمية اللي عنده يعني. أنا عموماً ما أحب الكينوا بس بنشوف شلون اليوم أنت بتسويها. اليوم إن شاء الله بخليك تحبينها. بأي حجم صح؟ بأي حجم. شوفي الكينوا تي ألوان تي ألوان. يعني أتي اللون الغامج والأبيض وأتي اللون الأبيض. أنا في السلطة أفضل هذا الكينوا البيضاء. راح نحط الحين البيبي كيل. طبعاً ما راح أحط كل كمية بعد اللي عندي. يعني الحين إحنا قاعدين نشتغل بورشن شخصين. وأنا ما أحب أقطع البيبي كيل، أحب دائماً تجي الأوراق كذي كبيرة يعني مثل عشان ما هي. تكون بعد ما تفقد قيمتها الغذائية. ما تفقد الغذائية صح. والحين قولي لي شو أسوي؟ بنحط الرمان. الرمان. أيوة. كله. تقريباً نص كوب حطينا. أيوة كله. بعد. وبنحط الطماط اللي قطعناه. وبنحط الكرز المجفف حسب الذوق اللي تحطينه يعني كل انسان متوفر في كل مكان. متوفر في كل مكان. الحين ما شاء الله الجمعيات كلها يعني صراحه متوفره فيها كل المكونات. والقرع طبعا بعد ما طلعناه من الفرن تشوفين شلون خذا يعني طرى عندنا وقطعناه مكعبات. واهم شيء ان نشيل القشر منه. نشيل في الفتره هذه القشر. اي بعد ما نطلع نشيل القشر ونقطعه. حلو. يعني القشر ساعدنا النحوة يعني يحتفظ ب تماسكة وبشكله. ونضيف القرع على السلطة. والحين نبي نشتغل في الصوص مال السلطة. أول شيء بحط زيت الزيتون وخلي البلسمك والثوم راح أحطه كله شوية بس والفلفل الأحمر والأوريغانو المجفف اللي هو الزعتر البري وعصير الليمون طبعا الملح. فهني صار عندنا الصوص جاهز. هني هذه تكون وجبة كاملة متكاملة. هذه متكاملة ونباتية في نفس الوقت. يعني اللي حاب يزيد عليها دجاج، اللي حاب يزيد عليها دجاج او حاب يزيد عليها ربيان مشوي اللي يسوي دايت يعني. لكن هي تعتبر نباتيه فيجن. طبقنا طبعا الحين مشاع الجهاز اللي هو سلطة الكينوا بالقرع. وان شاء الله الحين بننتقل حق طبقنا الثاني اللي هو المضروبة بالسبانخ. ان شاء الله. مشاعل الحين إن شاء الله بنبدأ في طبقنا الثاني اللي هو مضروبة السبانخ. راح نتعرف على المكونات. أول شيء عندي هني شوفان، عادة يستخدمون في قطار العيش للمضروبة بس أنا راح أستخدم الشوفان طبعا أكيد فائدة الغذائية أكثر. وعندي سبانخ طازجة وعندي بصل أخضر قطعته فرمته صغير وعندي كزبرة وعندي كوسة بشرتها. يعني أنا بحط أكثر خضار لكن تكون الخضار كلها يعني بطريقة مش مبينة. وعندي بصل مفروم وبقدونس مفروم وعندي سبانخ أيضا مثلجة. يعني أساسنا ما توفر الطازج نستخدم المثلج بس أنا أحط اثنين. وعندي ثوم مبشور وعندي زنجبيل مبشور. وهني طبعا جي حق البهارات. راح أستخدم البهارات الصحيحة اللي هي كزبرة وكمون ورق غار ليمون أسود وعود جرفة واحد. وعندي هني ملح الهملايا الوردي اللي نفسه اللي استخدمناه قبل. وعندي بزارق طري. أي بزارق طري عندكم اللي تستخدمونه في المكبوس لأن هي في الأخير مضروبة. صحيح. يعني إحنا نبي نسويها طريقة غير لكن ما نبيها تفقد الطعم القطري الأصيل. وهني عندي مشاعل نفس مرقة الخضار أو مرقة الدجاج اللي يستخدمونه لكن هذه العضوية وعبارة عن خضار أساس لأن طبقنا اليوم أيضا خالي من اللحوم. ممكن نضيف لها دجاج طبعا. نبلش نروح الحين إن شاء الله عند الفرن أساس نبدأ في مقاديرنا.
راح نبدأ مشاعل بزيت الزيتون. طبعاً زيت الزيتون ما تخلينا وايد يوصل يعني درجة حرارة. ونبدأ بعدين بالبهارات الصحيحة لما تطلع ريحتها، اللي هي الكمون، ونزل عليها البصل اللي فرمته، تقريباً كوب بصل، ودائماً الملح نحطه على البصل علشان يدبل. وبننزل الزنجبيل المفروم والثوم المفروم. الحين مشاعل مرت ربع ساعة تقريبا على مضروبتنا، شوفي شلون كل الخضار اللي حطيناها ذابت. يفضل نحركها بين فترة وفترة، نتأكد ان المكونات تماسكت. يعني في الأخير هي اسمها مضروبة، فلازم شوية يعني تحركينها. صار شكلها مضروبة، صارت مضروبة. شفتي شلون في البداية ما تتخيلين اول ما تشوفينها. سلامتك. الله يسلمك. والحين مشاعل هذا طبقنا جاهز، مضروبتنا بالسبانخ. انا لازم معتوكه يعني. اكيد اكيد الحين بتذوقيها ان شاء الله. سلم يدك نور، صج اكلك ما شاء الله عليك يعني. بالعافيه. بس بجربها نور. لازم تجربين. بسم الله. جربوا شيء السلطه. تاخذين من الكينوا شويه تيت. انا ما اخذت كينوا. لا. ما انا ما احبها. ما تحبينها؟ صدقيني بتخليك تغيري رايك في الكينوا. شلون الطعم غريب عليك شويه؟ روعه. ما زين. بالعافيه. خصوصا انتي حاطه فيها، شفتي كلها مكونات جديده، العناصر الغذائيه المفيده. حطتها طعم رائع. وحسيتي بالمكسرات شوي عطتك حياه للطبق زياده يعني. بالعافيه حبيبتي. ها ما شاء الله عليك نور. عجبتك المضروبه؟ رائعه. حسيتي بفرق بنكهة يعني غير عن نكهتنا المعتادة؟ كلش كلش. لا وما نقص عليك الدياي؟ ما نقص شيء. وبالذات كنت متخيلة ان الشوفان ممكن يغير طعم المضروبة مالتنا اللي احنا ناكلها دائما. صح. رائعة يعني. كل الشكر لك يا نور، جد اكلك رائع. واتمنى اي مشاهدة تحاول تجرب الوصفات اللي سويتها نور، اكيد حياتك بتتغير، تصيرين اكثر صحية. شكرا نور. بالعافية مشعل، حياكم الله. اليوم موضوعنا جداً مهم، يهم كل بيت، وكل بيت لازم ينتبه حق اللي احنا بنقوله. موضوع التحرش. شوي الموضوع يخوف. شنو التحرش؟ شلون نحمي عيالنا من التحرش؟ كل هالمواضيع هذه كلها راح نتكلم فيها بإسهاب من خلال استضافتنا للأستاذة مريم المالكي. مساء الخير أستاذة. مساء النور أختي مشاعل، يا هلا مرحبا فيكم. حياك الله. أستاذة، في البداية هو موضوع يخوف، مو بسهل، بس لازم نتطرق له ونكون نتكلم فيه بشجاعة. شنو التحرش؟ هو بالفعل أختي مشاعل مثل ما قلتي هو موضوع يعني محرج، وأحياناً يشوبه كثير من الخجل الاجتماعي اللي يسيطر على كثير من الأسر. التحرش طبعاً هو أشكال مختلفة ودرجات أيضاً مختلفة. التحرش قد يكون تحرش لفظي بالألفاظ، أحياناً تحرش جسدي. طبعاً الأسرة لازم تكون واعية لموضوع هذا التحرش بأشكاله المختلفة، لأنه هو في البداية لو بدينا بالتحرش اللفظي قد يعني يتطور إلى أن يستخدم أنواع أخرى من التحرشات. نعم. أستاذة مريم، إحنا معنا استطلاع مع الجمهور نسألهم من أي عمر نبتدي نحن نعلم عيالنا عن هذا الموضوع. نشوف هذا الاستطلاع ونرجع نكمل حوارنا. يا
نعم بوعي أطفالي في تفادي تحرش بالأطفال وكده، وبفهمها تعمل إيه بالضبط إن هو صغيرة. أكيد نعم بوعي أطفالي لتفادي موضوع التحرش. طبعا لازم لطفل أهله يوعوه، يعني إذا ما أخذ المعلومات من أهله من يجي أخذها، يعني بظن المصدر الثاني هو المدرسة. أكيد هذا موضوع كتير مهم بالذات في زمننا الحاضر، سواء يعني أو بالذات بعد ما صاروا يستخدموا السوشيال ميديا ويفتحوا الإنترنت في بكل الطرق. يعني بلا انتبهوا يا ماما مثلا هذا الشيء غلط، هذا الشيء ممنوع مثلا، هيك بوعي اطفال. بعطيهم محاضره او دروس قبل في البيت عشان لا يرابعوا مثلا ناس اكبر منهم. ما يحكي مع الغرباء، شيء شخص ما بتعرفه ما تحكي معه، ممنوع اللمس الجسدي، ممنوع الكذا. ما لازم يعني ما يثقوا باي حد وما يروحوا يعني اي مكان مع اي حد. بالنسبه لي يعني سواء شافوا المشاهد على الكمبيوتر او على الجوال او انه ممكن تصير في المدرسه، بعطيهم فكره عن هذا الموضوع عن طريق النمذجه. يعني انا ممكن احضن ابني، ابوس ابني، بالمقابل بحكي له ماما ما حدا بيعمل معك هيك غير انا بس. اول شيء انه حتى النوم بالليل يعني حتى لو كانوا اخوات، يعني انا هي ببدا بزرع فيهم انه كل واحد يعني لحاله فراشه، هون بيبدأ هو بياخد استقلالية بنفسه. يعني من عمر سنة، من سنتين من بداية كلامها، يعني من بداية ما تبدأ هي تفهم يعني تتكلم إزاي، وأولاد يعني إيه وبنات يعني. من 5 سنين وطلع يعني. والله أوعيهم من 7 سنوات فما فوق يعني. أنا تقريبا من عمر 6 سنين بلش معه بهالقصة. عمر 7 سنوات يعني 8 سنوات يعني تبدأ يعني يتكلموا بالموضوع. مثل ما شفنا أستاذة مريم أن كل الناس تكلموا أن الأعمار تتفاوت، شنو العمر اللي المفروض أنا أتكلم فيه مع ولدي أو بنتي عن موضوع التحرش؟ هو طبعا أنسب عمر لتعليم الطفل أنه هو كيف يحافظ على نفسه وكيف نقيه من التحرش، نبتدي من سن طبعا هو 5 سنوات لما يروح هو الحضانة. يعني هذه المرحلة جدا مهمة ان الطفل يتهيأ فيها ان انت كيف تعتمد على نفسك، انت كيف تروح مثلا الحمام بنفسك، وان اذا صار ما صار انت كيف يعني تتجنب هذا الموضوع. نبتدي نتكلم معاه صراحة في هذا الموضوع ونحاسب احيانا في بعض المواضيع اذا اخطا فيها في عمر 7 سنوات. طبعا هذا العمر اللي يكون الطفل انضج وافهم فيه ويستطيع ايضا ان ينفذ ما يقال له، باعتبار انه قد يتكامل دور البيت مع دور المدرسه ويكون الطفل اكثر نضجا ويستطيع ان يطبق التعليمات او المبادئ التي يغرسونها في نفسه ويطبقها حتى في المجتمع المدرسي لو راح في المدرسه. زين، شنو الخطوات اللي المفروض يعني اي ام تقول حق ولدها او بنتها اذا صار هالشيء المفروض شلون تتصرف؟ هناك في خطوات لابد أن تعلمها الأسرة أو يعني مبادئ رئيسية لابد أن تكون الأسرة يعني تلقن هذا الطفل منذ البداية. مثلاً عدم خلع الملابس أمام أي حد شخص غريب، عدم السماح لأي حد بأن يلمسك في بعض المناطق في جسمك، وتعود الأم أن هذه المنطقة وهذه المنطقة لا ما حد يعني مفترض يلمسك فيها، الابتعاد عن الأماكن اللي تكون خالية، تكون دائما يعني تحت الرقابة الأسرية وتكون دائما يعني جنب الأسرة، وعدم تركه خاصة في الأماكن العامة والأماكن التجمعات يكون دائما تحت رقابة الأسرة أو أي شخص آخر يعني يقوم برقابة هذا الطفل. لو جينا إلى التصرف المفترض أن الأم أو المبادئ اللي تعلم الطفل أن كيف يحمي نفسه عند شعوره بالخطر قبل وقوع الضرر عليه وقبل وقوع التحرش عليه. نعم. لابد أن تعلم الطفل أن إذا أنت شعرت بالخطر في مكان ما، اولا انك تصرخ بصوت عالي بحيث ان يعني حد في هذا المكان يسمعك، حاول انك تدفع عنك هذا الشخص اذا حاول هذا الشخص انه يتهجم عليك، اضرب هذا الشخص، ادفعه بقوه واضربه اذا اضطريت انك تضرب هذا الشخص. بعدين الهرب من المكان نفسه، اذا كان هذا الشخص يعني المتحرش موجود في هذا المكان حاول ان انت كطفل انك تهرب من هذا المكان.
الخطوة الأخيرة أنه لابد أيضا أن يقوم بتعودة أن الأم على المصارحة وإخبار الأسرة بما حدث له. طيب أستاذة، لو بنتكلم عن ما بعد لا قدر الله التحرش، طبعا المصارحة جدا مهمة في هالحالة، بس شنو الخطوات اللي المفروض الوالدين لو تعرض ولدهم أو بنتهم للتحرش، شنو الخطوات المفروض يسوونها؟ هناك خطوات كثيرة، لكن أنا يعني من ناحية النفسية أؤكد ويعني أوضح أن لازم أن الأسرة تحتوي هذا الطفل. الاحتواء كيف يكون؟ أولاً تهدئة هذا الطفل، المحاولة الإنصات لهذا الطفل، لأن هناك بعض الأطفال قد ينقلون المعلومة خاطئة أو يبالغ الطفل أحياناً في بعض المواضيع اللي ينقلها الأمة، فالمفترض أن الأم تكون واعية تنصت بهدوء. أيضا نقطة جدا مهمة، عدم انتقاد هذا الطفل أو لومه أن صحيح. أنت السبب في هذا الشيء. لا، المفترض أن احنا نشعر هذا الطفل أن أنت مالك ذنب في هذا الموضوع، وأن هذه المتحرش سوف يعني ينال عقابه، وأنه هو اللي أخطأ عليك. عدم أيضا تجريح هذا الطفل، أحيانا الاحتفاظ بسرية المعلومات حتى في البيت الواحد قدام إخوانه قدام خواته أيضا قدام زملائه في المدرسة، إذا وقع التحرش المفترض أن يحاط هذا الموضوع بمنتهى السرية حفاظا على ذات هذا الطفل وشخصيته وكيانه، لأن قد يكون عرضة للاستهزاء به من قبل أطفال آخرين أو معايرته في البيت بين وبين إخوانه. كل شكر لك أستاذة مريم المالكي، عطيتينا فعلا نصائح قيمة ونصائح من ذهب، كل شكر لك. شكرا لكم وشاكرة لكم تلفزيون قطر على هذه المقابلة. شكرا لك. موضوع جدا خطير، المفروض كلنا نحاسب، مش بس بيوت، أقصد أم وأب، لا المفروض كلنا نحاسب من هالموضوع، مثل ما قالت أستاذة مريم نفتح عيوننا، وإن شاء الله الله خير الحافظين. بهالشكل وصلنا لنهاية حلقة الليلة، نتمنى ان احنا عطيناك المواضيع اللي تهمك وتفيدك. ان شاء الله نشوفك في الحلقة القادمة وانتي اكثر إيجابية، ونقول لك لا تهتمين بصغائر الامور، خليك متفائلة. الى اللقاء.